اخي بحاجه دوز 2020 خرجت من دارنا وليت بوحدي، انا معنا ولد الرباط، جيت من الرباط دابا لطنجه. مشاكل عائليه؟ شويه ماشي مشاكل عائليه، انا بغيت نستقل بحياتي وصافي، فهمتي؟ احسن حاجه هو نكذبش عليك، باقي ما شي حاجه زوينه في 2021. حاجه ما دوزتي مزيانه هاد 2021 دوزتها في الدار، نكذبش عليك هاد عصاب. اللي دوزت في عام 2020 هي كورونا اول حاجه، وثاني حاجه العلاقه كنت مرتبطه وعندي ولاد وداكشي، وما صدقش الارتباط ديالي حيت دخلوا فيها مشاكل، دخل فيها بنادم ولاسيو خايبه وصافي، خرجت بها خايبه، واكفس حاجه هي الناس خايبين، فهمتيني؟ ما بقاتش هذيك الطيبوبه اللي كانت شحال هذيك، واخا رغم ما كنا كنطوروا في العام جديد وكذا وكذا وكذا، ولاو الناس حقودين، ولاو الناس انانيين، ولاو الناس عنصريين بزاف فوق القياس ما كتصور، فهمتيني؟ دوزت وليداتي احسن حاجه، عندي توام انا وعندي بيبي عندها عامين، فهمتيني؟ هادو صافي ما دوزت حاجه في عام 2020، قولها لك دوز اكفس عام في حياتي هو هذا العام هذا، ويا ربي يهزو علينا ويهز علينا هذا الوباء هذا. الحاجه اللي خايبه هي مرضت لي الوالده ديالي، والحاجه اللي زوينه هي مني ارتاحت لي الوالده ديالي الحمد لله. صراحه حتى شي حاجه، كورونا والدار. واخيب حاجه؟ اخيب حاجه الحجر الصحي مؤخرا. 2020 فتحت المشروع ديالي والحمد لله كلشي ماشي هو هذا. بالنسبه لاخيب حاجه الحمد لله قال السنه مزيانه وكلشي هو هذاك اخي. ودوزنا كامله خياليه، كامله مريضه، كامله محدره، كامله غايده، مره معدله مره مخسره، وحنا غاديين وكندافعوا معاها. الحاجه مزيونه هي فاش فات كورونا مشيت عيط لهم الدار سولت فيهم انايا. هذه الحاجه مزيونه، كنت بقينا هنايا تقريبا حاصلين هنايا فاش فات كورونا، مشينا طلينا على مايون الدار ورجعنا، هذه هي الحاجه الزينه اللي درنا هذا العام. خدمة الناس بقات بلا خدمة بلا والو، كاين اللي تخلص كاين اللي ما تخلصش، كاين اللي شنقول لك بزاف ديال المسائل. وكان عندنا الوقت باش نعملوا بزاف ديال الحوايج ما كناش كنقدروا نعملوهم في الأيام العادية، مثلا قراءة الكتب، مثلا تشوف شي حوايج جدادين، كتعلم شي مهارات جديدة اللي كنتي كتبغي تعملهم، مي بحكم الظروف والعمل والانشغالات اليومية ما كنتش كتقدر توصل تعملهم. الحاجة اللي خايبة قلت في 2020 هذا الوباء نزل علينا بأزمة، فهمتي؟ والخدمة ما كايناش، ويعني هذا الوباء أثر علينا بزاف. شي حاجة مزيانة دي؟ حاجة اللي مزيانة إن شاء الله في 2020 أنني العشرة النفسية أنا. نفسي انني عملت العرس، عملت الوليدات، وعندنا فرصه باش نخرجوهم نمشيو معاهم نديهم مدرسه نقريوهم، وهذه فهمتي هذه الحاجه اللي مزيانه. اما الحاجه اللي باقا في 2020 كامله ما والو، الله يجيب شي عام مزيان في 2021 وصافي. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.